relative pronoun as object prepositions نظرة عامة على هذا الموضوع بشكل بسيط كلش. هذا الموضوع يقول لك احنا عندنا ادوات ربط وحروف جر. شنو معنى حرف جر؟ in, on, it, الى, for. هاي الادوات حروف الجر بالعربي وبالانجليزي. زين هذن حروف الجر قال لك تجيك ويا ادوات الربط اللي هم للمفعول به اللي هن من هم اللي هن ذكر لك بانه الهوم والويتش. فقال لك to whom. فأول ملاحظة منطقية هناك قال لك sometimes a preposition used with relative pronoun. هاي أخذناها يعني بشكل عام إن حروف الجر تجي ويا أدوات الربط. وهي أصلاً معلومة إحنا كلنا نعرف. To whom, with whom, for whom, to whom, in which. هذا كلها أدوات الربط أجت وياهم بس لا أكثر ولا أقل. طيب the preposition may be separated. بعض الأحيان أدوات الربط تقدر تبعد. لا راح بعض الأحيان تبعد هذه أدوات الربط. بعدناها من اللي هم to. هنا which in بعدناها فعادي بشكل عام مو مشكلة يعني نقدر نبعدها. طيب بعدين ايش قال لك؟ قال لك الذات لا يصير تحط اداة ربط قبلها. الاباوت مستحيل تقدر تحطها قبل الذات غلط. حتى هنا من قايل لك اباوت ذات هاي غلط هاي صفر تاخذ عليه. ليش؟ يعني قايل لك انكوركت يعني هذا شيء غير صح. هذا شيء غير صحيح مو صحيح. طيب بعدين ايش قال لك؟ If the relative also long, إذا كانت أداة الربط طويلة, it is best, يفضل to keep preposition and relative pronoun together. إذا كانت طويلة يفضل تستخدم هاي الصح with whom. إذا كانت قصيرة عادي, بس إذا كانت طويلة يفضل إنه إحنا ما نستخدم أداة الربط بالأخير, لأن هي أداة ربط طويلة. فهنا إذا استخدمناها ممكن تجينا أداة ربط أخرى وهنا راح تصير مشكلة. الواحد ما راح يقدر يميز يا هي أداة الربط مال الحرف الجر ويا هي حرف الجر مال الأداة. فراح تصير مشكلة. فإذا كانت الأداة الربط طويلة وخصوصا إذا بها يعني سياق طويل فيفضل إنه إحنا ما نستخدم هذا السياق. طيب هذا التمرين قلنا بسيط كلش ما عندنا أي شيء بمجرد يريد من عندنا نستخدم أداة الربط جملة بأدب بطريقتين. مرة نستخدم الأباوت أداة الربط بالبداية قبل الأداة وبعدين نقدر نستخدمها بالأخير. أيضا نفس الحالة عندنا هنا أيضا الأباوت. هنا راح نستخدم about whom. الأباوت مرة نحطها قبل الأداة ومرة الأداة أداة حرف الجر نخليه بالأخير. نفس الحالة هذا التمرين نحاول نحله نكمل الباقي. تمرين إن شاء الله بسيط ومو صعب والحلول كلها موجودة وأنا حاضر. أي واحد أي عندك سؤال شيء ما واضح مجرد تكتب لي أستاذ هذا ما واضح ممكن تعيده أنا أشرح لك إياه وأوضح لك. حتى لو مو إلا بهذا الفيديو حتى لو فيديو آخر أرجع أعيده ما عندي أي مشكلة. أي نقطة أي تمرين بس الواحد يحاول يحل يحاول يكتشف إنه هو هذا حل صح هذا حل غلط. حاول أجرب أني حتى أشوف نفسي وين غلطت حتى أعرف إنه هذا ما أعرفه وأسأل عنه. طيب نيجي هنا unnecessarily adjective clauses that refer to a complete sentences. طيب sometimes an adjective clause comes after entire sentence refers to the entire sentence instead to a single noun. This sentence John parents were not happy because of the exams. طاق جملة نقول بعض الأحيان الadjective clause تأتي بعد جملة كاملة لتشير إلى اسم واحد. يعني شلون؟ John made higher grade on his exam. حصل جون على درجة عالية في الامتحان. طيب which made his parents happy والتي جعلت والديه سعيدا. الآن هاي العبارة الثانية كلها المن دا يشير بيها يقصد بيها الدرجة. إذا ناون واحد اسم واحد واللي هو الدرجة هاي الجملة اللي بالأحمر كلها يشي يقصد بها. فهذا هو المقصود بهذا الموضوع. يعني أنا عندي اسم واحد أستخدم إلى أكثر من سياق أطول السياق مالته. يعني هاي أول هاي ملاحظة. ثانيا يعني يقول when adjective clause refer to the sentence only relative pronoun which can be began with it. إذا قال لك إذا عندك هيك سياق راح نبدأ بوتش راح نبدأ بدات ربط بوتش راح نبدأ بدات ربط بوتش. أنا هسه عندي سؤال وأريد جواب. هاي الجملة لو جاب الاختيارات which لو ذات which لو ذات إيش راح يصير أختار؟
راح يكون الاختيار الصحيح هو ال which، لأن الذات ما أقدر أستخدمها وأنا عندي فارس. سلامة خيركم. طيب والله بعد ايش عندنا هنا؟ incorrect the type of adjective clause is common in speak English and written English. The comma must be included. If it is left out, the adjective clause comes a necessary clause that will be modified only now in front of it. Jim tried sing at party which made every يقول لك بهذا السياق لازم تستخدم فارزة، دير بالك إذا ما استخدمت فارزة حلق غلط، بس هذا حلق غلط قايل incorrect. ترجع للجملة الأولى يشوف هنا حاطين فارزة، هنا لازم يقول لك لازم تحط فارزة لما عندك هذا السياق، ولا ننسى أنه إحنا نحط الفارزة لما يكون هيك عندي سياق، لما أنا عندي اسم يشير للكل لازم أني أحط فارزة، فارزة جدا جدا ضرورية. Restate the sentences تمرين 15 that an adjective clause modifies the entire sentence. الجملة الأولى The little girl brought her pet frog to class. الفتاة الصغيرة جلبت معها حيوانها الأليف إلى الصف. جلبت الطفلة الصغيرة حيوانها الأليف إلى الصف. This surprised the teacher. وهذا ما أدهش المدرس، وهذا ما تعجب منه المدرس. طيب الآن راح نستخدم هنا which، وراح نخلي قبل ال which فارزة. ليش؟ لأن هاي لأنه هو هي الحيوان الأليف، هو هذا اللي قاعد نتكلم عنه، وهو هذا اللي خلى الأستاذ يتعجب. فنفس الحكي ونفس السياق، ما راح نسوي أي شيء، نخلي which surprised the teacher. Which surprised the teacher، خلي فارزة، ما نخلي نقطة. إذا خلينا نقطة صفر غلط، إذا خلينا صفر نقطة غلط. ليش غلط؟ خلينا فارزة معناها أكو ربط بين الجملة الأولى والثانية. فعلى سبيل المثال هاي الجملة يقول the little girl، هاي الفتاة جابت وياها كذا كذا كذا، وهذا اللي خلى الأستاذ أنه يتعجب. إذن أكو ربط، هاي فارزة، بس من أخلي النقطة معناها جملة جديدة، يعني معناها الفتاة الصغيرة جلبت معها الحيوان الأليف ونسكت، وبعدين يبدأ يتكلم من جديد. هذا جعل المدرس هذا جعل المدرس مثلا ينزعج أو يتفاجئ. الآن أنت تفهم السياق، ولكن يعني باللغة الإنجليزية بشكل عام، الآن أنت فصلت الجملة الأولى عن الثانية، معناها ده تتكلم عن موضوع جديد. شنو هو هذا اللي خلى الأستاذ متعجب؟ يعني كشخص أنا ما أعرف شنو هو، لأن أنت فصلت الجملة الأولى عن الثانية، لأن حطيت فارز، حطيت نقطة، أنت تحل نقطة معناها أكو فاصل جديد، انقطع الكلام عن القطة أو عفوا عن الحيوان الأليف وعن الفتاة تماما، وبدينا بكلام جديد تماما. هذا هو المقصود به. طيب مثلا نفس الحكي، هذا تمرين، بقية التمرين اللي نحله هذا تمرين English language، English is language. هنا يريدنا نكمل نستخدم نفس السياق ونكمل English language which is the best in the world، التي هي في العالم، التي هي أفضل لغة في العالم. يعني مجرد أنه إحنا اللي سويناه هو مجرد انه احنا نطينا تكملة، خلينا الوجه وهذا نفس السياق، ونخلي فارزة، من ننسى نخلي فارزة لان هنا عندي كلام راح نتكلم عن نفس الكلام، ما راح نخلي نقطة. تمرين هذا مال 17 مال الكفة مال هاي سوالف انشاء كامل، تعال عدل علي، هذا ما راح يجينا مستحيل. طيب طيب هنا على سبيل المثال full adjective clause، يقول هنا طبعا هذا الموضوع، هذا الموضوع احنا اوريدي اخذناه، اللي هو عبارة عن مثلا خلينا نقول اختصار الكلام.
وهذا الموضوع احنا اوريدي اخذناه، نفس الحكي راح نعيده مره ثانيه. بهذا الموضوع خلينا نكتب ملاحظه في موضوع الـ reduction of adjective clause. بس واحد يقول لي استاذ انا شلون راح اشبه بيناتهم، انا شلون راح افتهم بين عندهم ان اثنينهم متشابهات، اثنيناتهم بهم reduction. لا لا، واضحات، واضحات مثل وضوح الشمس. شلون يعني واضحات مثل وضوح الشمس؟ هذا الموضوع بيهو اداه الربط، هذاك ما بيهو، هذاك ما بيهو، هذاك بي غير ادوات، هذا بيهو اداه الربط هو. طيب اذا نكتب ملاحظه في موضوع الريدكشن في موضوع الريدكشن نكتب ملاحظه في موضوع الريدكشن وهو عباره عن تقليل الجمله هيك بشكل عام، وهو عباره عن تقليل الجمله اختصارها يعني. نقوم ب حذف أداة الربط والفعل المساعد إن وجد، نركز على هاي الملاحظة، الفعل المساعد إن وجد، إذا كان موجود الفعل المساعد، لأن مرات ما عنده فعل مساعد. ثم نكمل باقي الجملة. نجي الجملة الأولى، طبعا أنا عندي هو is talking to the teacher، اللي سويته حذفت ال هو ال is ونزلت الجملة صارت هو student talking to the teacher، انتهى الحل. الجملة الثانية قال لي last night she gave a lecture which was، حذفت ال which was وصار الحل كذا 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 كذا، يعني كل إشي ما سويت بس مجرد حذفت الأداة الربط وفعل المساعد. Anyone who is حذفت who is صارت interested in the country. كل إشي ما سويت غير هاي ما عندي. أنا adjective clause can often be reduced to adjective phrase to no change in meaning. والمعنى ما راح يتغير، يقول لك عادي إحنا منغير هذا الشيء ترى المعنى ما راح يتغير. إيش ده يقول لك هاي المعلومة إنه إذا إحنا سوينا هذا الشيء ترى المعنى ما راح يتغير، بس هيجي ده يقول لك هاي المعلومة. طيب وفعلا المعنى ما راح يتغير. على سبيل المثال the student who is talking to the teacher is from China، الشخص اللي يتكلم مع المدرس هو من الصين. the student talking to the teacher is from China، نفس الشيء، كل فرق ما راح يتغير، كل فرق ما راح يتغير. an adjective clause can be reduced an adjective phrase if clause began with whom. إذا بدت هذين ال who وال which نقدر نستبدلها وذات، يعني احنا نلاحظ جملة اذا نقدر نستبدلها نقدر، ما نقدر خليها نعوفها مثل ما هي. The man who is wearing، حذفنا the man who is wearing، حذفنا who is وخلينا الجملة مثل ما هي، صارت لك the man wearing، the man wearing the grey suit. He is the person who، هاي who is حذفناها، they are حذفناها، ونفس الحكي كل شيء ما راح نسوي، ما راح نغير كل شيء، ما راح نحط ing للفعل، ing للفعل ما راح نحطها، ب
بهذا الموضوع. طيب نكتب ملاحظة، نكتب ملاحظة إذا جاءت الهاز نحولها إلى هافينج. إذا جاءتك الهاز حولها لهافينج، بس أنت مو كل فعل تجيب له تحط لها إنجي. يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال أنا عندي هاي الجملة بيها رتن، نزلنا رتن مثل ما هي، ما عبت بيها كل شيء. هذه concerned، هذه concerned. إذا الهاز أحولها إلى having. هاي ملاحظة مهمة، إذا جتني الهاز هو have، حذفت الهو وخليت الهاز، خليت له having سويت. ال which deal تتحول الى dealing، يعني الديل، هاي الديل حط لها اي ان جي، بس مو كلهن ترى اخوان، يعني خلينا نركز، مو كلهن خلينهن اي ان جي. عندك الهاز، الديل، هاي الافعال، ذن الافعال حط لهن اي ان جي، اما البقيه الافعال مثلا الرتين ذن ما راح نخليهن. يعني عندك ذن افعال محدده، ديل اذا اجتك، الهاز خلي لها اي ان جي. الساعه مثلا which is located، هاي هنا راح نخلي لها which، راح نخليها بس لوكيتد، بس مجرد راح نحذف الويتش وراح نحذف الاز، بينما اللوكيتد ما راح نضيف لها اي ان جي. Which is my favorite subject. My favorite subject. Which is حذفتها ونزلت السياق مثل ما هو. Who is حذفنا who is. والله اخوان بسيط جدا. وتشز حذفناها ونزلنا السياق مثل ما هو. نفس الحال هذا عندنا بهذا الموضوع. الكيمستري which is the difficult راح نحذف الوجست وانتهى، سلامة خيركم. غير هذا ما عندنا. نحذف الهو ار. بس مجرد نحذف أداة الفعل المساعد وأداة الربط والفعل المساعد اللي وياها. بس. أداة الربط وفعل المساعد اللي وياها. غير هاي ما عندنا. هذا تمرين 19 يقول صح وغلط او صحيح الخطأ عادي. دكتور ويليام فراي هو ليكتشر اي اتند، يقول هنا reduce the adjective clause to phrase. طبعا هنا انا راح احذف الهو، راح نحذف الاداة والفعل المساعد. هاي هنا هو is، يعني أداة وفعل مساعد. ما عندك فعل مساعد تحذف بس الأداة. نفس الحكي ونفس السياق، ما عندنا أي شيء جديد. أي شيء هنا راح نحذف وتشز. فبالنسبة لهذا الموضوع إن شاء الله بسيط وما عندنا به أي مشكلة. هنا عندنا فشيء اسمه الناون كلوز. الناون كلوز معناها بالعربي الجملة الإسمية. طيب طبعا هذه الادوات اللي نشوفهن قدامنا بالانجليزي يسمونهن subordinating conjunctions، subordinating conjunctions او يسمونهن subordinator، نفس الشيء. ضروري جدا نحفظ هاي الاسماء، يسمونهن subordinating conjunctions. ذن الادوات لازم نحفظهن، اللي هم الهو والويتش والوير والذات، ذن نقول هاو ام هاو ماتش. هاي الادوات كليتهن يسمونهن subordinating conjunctions. طيب زين، نكتب ملاحظة. عندما نقول noun close يجب أن تحتوي هذه الجملة، عندما نقول noun close يجب أن تحتوي هذه الجملة حيث يجب أن تحتوي noun close على subordinating conjunctions. يجب أن تحتوي
noun clause على subordinating conjunctions. طيب يعني ما اقدر اقول عليها noun close اذا ما عندي subordinating conjunctions. هذا ملاحظه كلش مهمه. طيب بالنسبه لهذا الموضوع نجي اذا عندنا ملاحظه اخرى. Sometimes the subordinate introduce noun close that has its own subject and verb. Nobody knows why she went. يقول لك هذه أدوات هذه subordinated conjunctions بعض الأحيان شبيهة اللي هي تستخدم كناون كلوز. هذا الحكي أنا already ذكرته قبل شوية أصلا. هي أصلا إذا ما عندك ناون كلوز أنت ما عندك مستحيل عندك ناون كلوز. إذا ما عندك subordinator أو subordinated conjunction مستحيل أنت عندك ناون كلوز. لأن هي الجملة الاسمية أو الناون كلوز يسمونها هاي هذا الشيء هذا الشيء ما عندك اذا ما مستحيل تقدر تحصله اذا ما انت عندك subordinating conjunction. اذا noun close بدون subordinating conjunctions ما عندنا noun close. اذا noun close معناها subordinating conjunction. من هي subordinating conjunction؟ اللي هو الwhich ولا بلا بلا ولا هذا الاشياء اللي اخذناها. طيب informal speak who and whoever although incorrect appear occasionally instead of whom. يقول لك بالكلام بأثناء الحديث يستخدمون ال whom over. وأهم ملاحظة مهمة ما نحتاج. Be careful not confuse noun clause beginning in that and who as an adjective clause beginning with that and who. I heard that you passed the test. Are you the one that passed the test? هل أنت الشخص الذي الجملة الأولى هي noun close والجملة الثانية هي adjective close؟ طيب شنو الفرق ما بين الجملة الأولى والجملة الثانية؟ الجملة الثانية تعبر عن فكرة واحدة. I heard أنا سمعت بأنك نجحت في الامتحان. عفوا ال adjective close تعبر عن فكرة واحدة. هل أنت الشخص الذي نجح في الامتحان؟ هذه فكرة واحدة. بس من أقول noun close بهذا السياق معناها فكرتين. أنا سمعت هاي الفكرة الأولى أنك نجحت بالامتحان هاي اثنين. إذن noun close بها فكرتين. adjective close بها فكرة واحدة. مع العلم أنا عندي ذات الجملة الأولى عندي ذات والجملة الثانية عندي ذات. طبعا الجملة الأولى بها فكرتين بالإضافة إلى أن الجملة الأولى بها فاعلين I heard و you. I و you. بينما هنا are you that are you بس ما عندي فاعل ثاني و that past. ال adjective close ما عندي بيها فاعلين عندي بيها فاعل واحد بينما الجملة الأولى عندي بيها فاعلين. إذا noun close بيخلينا نقول فاعلين مو فكرتين ممكن فكرتين صعبة. ال noun close بيها فاعلين I و you أو I و he أي شيء noun close. بس adjective close لا بيها بس فاعل واحد. هذا المواضيع بسيطة. نجي هنا يقول underline the clause بكل بساطة. نرجع عيد adjective clause بيها فاعل واحد. الناون كلوز بيها فاعلين اثنين اثنين بيها اثنين. أسا مثلا عندي هذه القصة حتى لو جاب لي قصة واني ما عرفتها. Why some very good students often fail. Exam was recently studied by professor كذا كذا at professor contained كذا. أنا أجي على هذه الجملة الأولى why some. هنا أنا عندي some students some very good students. هذا الفاعل الأول. was recently by بروفيسور إيرش فوتس كونكتد تو
breathe deeply and slow than لا لا مو هيدا خلنا نعطيك خلنا أوضح لك فكرة. That's right, he can often offer underline the clause in the conversation. Write N to the above the sentence that contain noun clause. Write A to above the sentence that contain adjective clause. اللي هي noun clause نخلي لها N. Adjective clause نخلي لها A. طيب الجملة اللي بيها فاعلين. Nobody in the office whose car is out. هسه هاي الجملة. لا شخصا في المكتب الذي سيارته خارجا. يعني ماكو شخص بالمكتب سيارته برا. طيب. هذه الجملة noun clause لو adjective clause جواب هاي جملة adjective clause لأن بها فاعل واحد أشخاص اللي سيارتهم بس ما عندي فاعلين لو عندي فاعلين كان قلت هاي noun clause إذن هذه adjective clause هو بالامتحان يجيب لنا جملة بسيطة يعني مو لها الصعوبة هذه يعني ما أتوقع راح تجينا هيك صعوبة حتى إذا أجتنا عادي أنا باوع لقيت جملة بها فاعلين راح أقول عليها هذه adjective clause noun clause فاعل واحد هذه adjective clause بس noun closes as subject of a sentence.